كبير من أنصاره كان عازما على كسب نقاط المباراة الثلاث رغم الصعوبة التي وجدها في الربع ساعة الأول لاختراق دفاع مولودية باتنا الذي يعاني أزمة خانقة بدليل تنقله إلى مدية دون مدرب. نلعب الدقيقة 16، عبد سدد بقوة لكن الحارس الباتني بن مالك بن مرصاد. الدقيقة 37، عمورة تمكن من مباغتة الحارس الباتني بن مالك مسجلا الهدف الأول في اللقاء منحا التفوق لأولمبي المدية خلال الشوط الأول، هدف دون رد. أولمبي المدية دخل الشوط الثاني بنية إضافة أهداف أخرى بدليل هذه المحاولة من جبالي وجه لوجه، خروج بن مالك ونفس الشأن بالنسبة لبالحمري، كرته صدها القائم لتنتهي المباراة بفوز أولمبي المدية على مولودية باتنا بهدف دون رد. احنا نعانيو نفوتوا بازمه اللي دامت اكثر من شهر، رانا اشاك فوا يجينا مدرب السمانه اللي بعدها يجي مدرب اخر. نحاولوا احنا هنايا نشكروا اللاعبين اللي داروا اللي عليهم في الميدان، وكما كنتوا تشوفوا كرينا بليزيور اوكازيون وين كان عندنا امكانيه نسجلوا اكثر من هدف. يعني الحظ ما ساعدناش، في خطا دفاعي تلقينا هدف لي في وقت كان صعيب جدا. على العموم حنا نشكروا اللاعبين تاعنا ونتمنوا الفريق هذا انه يوقف، والناس اللي تحب الفريق توقف معنا ويلقاونا رجال اللي فريمون يلقاو ان سيتياسيون فينال الشيء اللي رانا فيه. ما هذا الفوز هذايا كان خاصنا من الناحيه المعنويه باش نكونفيرميو كما يقول لك لي ماتش اللي لعبناهم. الحمد لله حقنا الاهم مالغري كو اللقاء كان صعيب. بون شباب مولودية باتنا عندهم فريق شاب يلعب مليح كرة قدم وخلق لنا صعوبة على كل حال، والحمد لله حقنا الفوز. هذا هو المهم. وفي هذه المباراة فوزين متتاليين للمدرب الجديد لأولمبيا المدية بوفنارة، في المقابل مولودية باتنا من دون مدرب ولأكثر من شهر.